حي على واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم. يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد.